بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: ما هو الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ الأسماء والصفات متلازمة، الاسم يدل على الصفة والصفة والاسم يشتق من الصفة والصفة تدل على الاسم، فهما الأسماء والصفات متلازمة. فمثلا إذا قلت إن الله هو السميع البصير، كلمة السميع البصير، الأول السميع دل على اسم لله عز وجل، دل على اسم الله السميع، والبصير دل على اسمه البصير، ويشتق من هذين الاسمين صفتان كريمتان. الأولى صفة السمع للباري، صفة حقيقية تليق بعظمته وجلاله، لا يستلزم منها التشبيه ولا التمثيل ولا التكييف، ولا يجوز أن يكون فيها ذلك، ولا التعطيل ولا التحريف ولا التأويل الفاسد، بل صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة. والبصير يشتق منه صفة البصر لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وهما متلازمان، نعوت لله وصفات كمال وجلال كل من الأسماء والصفات. نعم.